جابر مسحت الملف. مور جا بعد اذنك الله يرضى عليك. والله ما حلوه لا بحقنا ولا بحق البنايه، لسه نسوان فايته ونسوان طالعه انت ورفيقك. الله يستر على حريماتك يستر على حريمنا. شوف جار، انا محترمك لانك واقف هون قدام باب بيتي، والا كنت حكلتك من فوق لتحت سمعان ولا مالك سمعان. لمين هذا الحكي؟ الك لا تشفتر. انا بورجيك رايح اجيب لك الشرطه. لك روح روح جيب اللي بدك اياه. عجبك هيك؟ عجبك اللي صار؟ ضليت اقول لك لا تجيب نسوان، لا تجيب نسوان، ما ترد علي. هاي الزلمه راح يجيب لنا الشرطه. يعني بفهم من الحكي انه وجودي صار مزعج بالنسبه لك؟ والله انت وذوقك. حلو هذا الكلام. وخصوصي بعد ما مديت ايدك على الكمبيوتر ومسحت الملف تبع عفاف. انت شو عم تحكي؟ جابر لا تغابى. انت شلون بتمد ايدك على الكمبيوتر وبتمسح الملف؟ شلون؟ لانه هذا الملف ما عاد لك شغل فيه بنوب بنوب، بتقيمه من حساباتك. لسانك بصل لك يا اذا بجيب سيره امي او اختي عن زانك، عم تفهم؟ لك نزار، انا عم اقول لك انه اللي ما في خير لامه ولا لاخته ما في خير لرفيقه ولا لبيت رفيقه. ليك هلا شو بدي بهالعلاقه هاد؟ بدي حصتي من المصاري والا بطلع بروحك، بطلع بروحك هلا ها.